بالمملكة العربية السعودية عاشوا أهالي المملكة أجواء ما اعتادوها من قبل. التلج غطى مساحات كبيرة من الصحراء، ومن عجائب الزمان أنه صرنا نشوف جمل ماشي على التلج. للحظة بتحس أنه هاي سيبيريا، ولكن هي بالحقيقة صحراء المملكة العربية السعودية. مدينة طريف الواقعة شمال المملكة سجلت أمس يوم الأربعاء درجات حرارة منخفضة وصلت لست درجات تحت الصفر، هي أدنى حرارة تم تسجيلها بالمملكة من 30 سنة. ومو بس هيك، اتوقع خبير بالأرصاد الجوية اشتداد البرودة وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. من بداية هاي السنة القنوات السعودية بثت كتير لقطات للثلوج عم بتغطي شوارع بمدن تبوك وطريف وعرعر، وهي جميعها شمال السعودية. نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا صور ومقاطع فيديو لتساقط الثلوج على بيوتهم وسياراتهم، ونشروا كمان صور للعب بالثلج، هي أحداث نادرة بالسعودية. حتى أنه في أحد الأشخاص نسي الحنفية ببيته مفتوحة. خلنا نشوف شو صار. ومن التعليقات اللي اجت على هذا الموضوع ما قاله المدير العام السابق للإيسيسكو عبد العزيز التوجري، اللي نشر صورة لدرجات الحرارة بالعالم وبتبين أنه الحرارة بمدينة طريف أقل من موسكو. وقال التوجري طريف وعرعر السعوديتان أشد برودة من موسكو. أحلام اليعقوب علقت وقالت كانت ماما تحكيني عن معاناتهم بشتاء طريف، كانت المواسير تتكسر ويضطرون أنهم يسخنون المي عشان يمشونا بالمواسير عشان يفكون جميد المي. الغريب كانت تحكينا هاي القصص بسعادة وبهجة وكأنها بتحكي عن قصة مغامرات ممتعة. طمنونا أهل طريف، لسه مستمتعين بهاي الأجواء ولا الحالة تغير؟ أما مشاريف عم بيقول صحيح طريف سجلت أقل درجة بالسعودية 6 تحت الصفر، بعد طريف 4 تحت الصفر وأنا قاعد برجف من برد الدمام 19 درجة مئوية. سما قالت سكان محافظة طريف يضطرون لتوفير المياه للوضوء والاغتسال ومياه الشرب من خلال تعبئتها داخل المنازل قبل تجمدها، حيث تشهد المحافظة هذه الأيام تدني كبير وانخفاض درجات الحرارة ما دون الصفر وتكون الصقيع منذ وقت مبكر من منتصف الليل. وهيك الناس شافت أنه الواحد بغير جو وبيروح لمكان وطقس جديد بدون ما يغادر المكان اللي عايش فيه.